السلام عليكم، أنا محمد غنايم. قبل أن تستمر في مشاهدة هذا المقطع، احرص على وضع سماعات الأذن وتخيل معي. رزقك الله تعالى بزوجة قمة في الجمال والدين، زوجة برأيك لو بحثت في كل النساء عن مثيل لها لن تجد. كانت تلك الفتاة تحبك جدا، تعرفك وتعرف طباعك، وإذا رأتك على غير طبيعتك أسعدتك. كانت بمثابة الزوجة التي قيل فيها وراء كل رجل عظيم امرأة، لا بل بجانبه، فهي معك دائما بالسراء والضراء. كنت تحبها جدا لدرجة أنك تغار من الهوى عليها، فلا تستطيع إحزانها أو القسوة عليها. فهي مثال الزوجة الصالحة، ومثال الأم الحنون، ومثال الصحبة الطيبة، ومثال الأسرة. كانت بعد يوم طويل من التعب تستقبلك بتلك الابتسامة التي تنسيك هموم يومك، وعلى الرغم من مسؤولياتها الكثيرة. يعني تعرفون ذلك الحب الذي قال عنه تعالى وألف بين قلوبهم؟ فعلاقتكم كانت مزيج لا مثيل له من المودة والرحمة، فلا أنت بدونها ولا هي كذلك. كنت تقول لها دائما رزقني الله بحبك. ثم في يوم إجازة كنت تجلس أنت وإياها في صالون منزلكما، تتسامران، تشاهدان التلفاز معا. ثم قالت لك زوجتك: سأقوم بإعداد الشاي لنا، ما رأيك؟ فابتسمت وقلت: ليكن. ثم استمريت في متابعة ما كنت تشاهد على التلفاز، وفجأة سمعت الأواني تتكسر في المطبخ، فهرعت هناك وإذا بها مغشا عليها على الأرض ولا تحرك ساكنا، فحملتها مسرعا خائفا وخرجت بها إلى المشفى: أرجوكم ساعدوني، زوجتي أغشي عليها. أخذها الطاقم الطبي هناك وباشروا في إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وأنت هناك تنتظرهم بخوف شديد. اللهم لطفك تقول. حينها قطع خوفك صوت الطبيب قائلا: هل أنت زوج السيدة فلانة؟ نعم أنا يا دكتور، كيف هي زوجتي؟ استريح من فضلك، زوجتك بخير الآن، ولكن ما سأقوله لك يحتاج منك أن تهدئ من نفسك. أرجوك ماذا بها؟ هل هي بخير؟ زوجتكم يا سيدي مصابة بسرطان في الدماغ، ولن تستطيع العيش أكثر من شهر وفقا للتقديرات الحيوية الخاصة بها، والأعمار بيد الله، آسف لأجلكم. ثم وضع الطبيب يده على كتفك مواسيا وانصرف. شعرت حينها أنها مزحة، فالأحداث تسارعت بسرعة. ماذا يجري؟ أيعقل هذا الكلام؟ قبل قليل كنا سنشرب الشاي، وما هي إلا لحظة وأدركت أنه ابتلاء عظيم. يا الله، سرطان، سأفقد زوجتي وأم طفلي. وأفكارك بدأت تتضارب، كنت حزينا جدا لها، لم تجر حتى على تخيل يوم فراقها، هو شهر لها ما أفعل. فلم تعد قادرا على الحركة من مكانك، وكأن بداخلك بركان وخارجك هدوء الفجر. وقفت بصعوبة على قدميك متجها إلى غرفتها بعد أن أفاقت من غشيتها. وقفت أمام الباب تفكر ماذا ستقول لها، وكيف تستطيع أن تخبرها بمصابها، أو تقنع نفسك بأنك ستفقد أغلى ما ملكت في الدنيا. وأنت هناك واقفا متجمدا أمام الباب، لمحتك من خلف الباب وابتسمت لك ابتسامة لطالما أنستك هموم يومك، ولكن ابتسامتها هناك زادت همك هم، وقالت: ماذا تفعل عندك؟ لما لا تدخل؟ فابتسمت أنت الآخر ابتسامة كابت حزنك لإظهارها، فلم تشعر هل أنا أبتسم أم أبكي، وقلت: لا لا، فقط كنت سرحا قليلا. جميل أن يعتنى بك في المشفى، تقول مازحة معك، ثم تقول سائلة: هل نستطيع أن نذهب إلى بيتنا يا عزيزي؟ حينها كان لابد عليك أن تواجه مصابك وتكون ذلك الرجل الذي لطالما استندت عليه. يجب أن أخبرها بمصابنا. أمسكت يدها ونظرت إلى عينيها وما زالت البسمة على وجهها، وقلت: هل تعرفين أكثر ما يحزنني في الدنيا؟ قالت مزيحة معك أن تفارقني، وضحكت، ولم تعلم حينها أنها قتلتك بتلك المزحة، فانهمرت بالبكاء. نعم إنه كذلك، قلت. فتغيرت ملامح وجهها من الفرح إلى الغرابة، وقالت: ماذا يحدث يا عزيزي؟ أخبرني، هل أنت بخير؟ حينها أردت أن تكون أنت الذي لست بخير وهي بخير. فشرحت لها كل ما أخبرك به الطبيب، وأنه بقي لها شهر واحد فقط على هذه الدنيا بإذن الله، وأسرعت بالقول أننا سنبحث عن أفضل الأطباء في العالم، سنعالجك بإذن الله، ستكونين بخير. واستمريت في طرح أمور كثيرة معتقدا أنك بذلك تخفف عنها، فقاطعت اندفاعك قائلة: أخرجني من المشفى فقط أرجوك، أريد أن أرى ابني، وبدأت بالبكاء. حينها شعرت بالعجز المطلق، لا يمكنك فعل شيء يخفف عنها، وأنت ذلك الزوج الذي لطالما سندت عليه. وبالفعل أخرجتها من هناك مع تحذيرات الطبيب لكم بأنه لا بد من المراجعة اليومية في المشفى. لم يمر أول أسبوع إلا وقد أغشي عليها مجددا، وبعد الفحص تبين أن السرطان قد انتشر في دماغها، وأنه أصيبت بشلل رباعي. وزاد الطبيب عليك بالقول: سينتشر السرطان لدرجة أنها لن تكون قادرة على تحريك عضلات وجهها حتى، ومن الأفضل أن تبقى في المشفى حيث نعتني بها. وكأنها نفس الجلسة معها قبل أسبوع في المشفى، ولكن هذه المرة هي لا تشعر بك ممسكا يدها، فهي لم تعد تشعر بأطرافها. تعرفون قمة الحزن؟ كنت أنت بها.
ماذا جد يا قدر فاستثنيتني تقول؟ وعلى الرغم من كل هذا الحزن الحاصل كانت تقول مازحة معك: المرة القادمة لن أستطيع أن أبتسم لك، فلن أستطيع تحريك عضلات وجهي، ولكنني سأبتسم لك في جوفي، فأرجوك ابق الابتسامة على وجهك. أدركت حينها أنه لا مفر من هذا الواقع، وأنه لا بد عليك من تقبل مصابكما، بل يجب عليك أن تحرص على إسعادها فيما بقي. بدأت هي بتوصيتك: اعتني بابننا، لا تجعله ينساني، ادعو لي بالجنة وأمور كثيرة. كانت مدركة تماما أنه لا مفر من قضاء الله إلا إليه، وكأنها هي من تواسي بك. وبعد تلك الوصية لم تكمل ليلتها وماتت. مات ذلك القلب الطيب النقي، ماتت تلك الصحبة الجميلة، ماتت تلك الابتسامة الخلابة، ماتت تلك الأم الحنون، مات أجمل ما حصل لي في حياتي. أحزنتك صحيح، ولكن هذا واقعنا يا صديقي. فهذه الحياة الأحداث فيها تتسارع بطريقة نكاد نشعر أنها مزحة، أما الزوجة هي أنت، وذلك الزوج هو العمل الصالح الذي لا يتخلى عنك مهما اشتد بك الابتلاء، فهو معك دائما، وأنت الذي جعلته صالحا بحبك له. وعندما يشتد بك الابتلاء أول ما تتذكر الأحب إليك، وهو الابن، المال والبنون، ولا تهتم لعملك الصالح لحظتها، ولكنه يكون بجانبك، وسرعان ما تعود للاهتمام به والابتسامة له. أما عندما ماتت الزوجة فهذا واقع الحياة التي نعيشها، فلا عمل صالح يمنع الموت ولا غيره، ودمتم في أمان الله.